هنشوف ما هي العلاقة الموجودة بين درجة الخطورة وبين احتمال وقوع الخسارة. وكعنصر ثاني راح نشوف يعني ما هي الطرق أو ما هي الوسائل اللي راح يستعملها أو ما هي التقنيات اللي راح يستعملها مدير المخاطر لكي تساعده في التنبؤ بمستوى الخسائر. لما أقول مستوى الخسائر يعني التنبؤ بحجم الخسارة والتنبؤ بتكرار الخسارة. وكعنصر أخير في هذه الوحدة راح نشوف ما يسمى به تجزئة حجم الخسارة المادية. يعني هنا في قانون يقول أنه حجم الخسارة تساوي قيمة الشيء المعرض للخطر ضارب معدل الخسارة. راح نشوف يعني كيف يتم يعني تجزئة حجم الخسارة. فهنا يا شباب يا بنات لو تتذكروا في الوحدة رقم 1 لما درسنا مفاهيم أساسية حول الخطر، من بين مفاهيم الخطر درسنا مفهوم أول يقول أن الخطر هو عدم التأكد من وقوع خسارة معينة، ودرسنا تعريف ثاني يقول أنه الخطر هو احتمال وقوع خسارة معينة. يعني لو تلاحظوا يا شباب يا بنات في جميع المفاهيم وجميع التعريفات اللي شفناها في الوحدة رقم 1 راح تلقى دائما كلمة الخطر وتتبعها كلمة الخسارة أو احتمال وقوع الخسارة. فالسؤال هو كالتالي: ما هي علاقة درجة الخطر باحتمال وقوع الخسارة؟ ليش في كل مرة كل ما نيجي نعرف الخطر أو مفهوم الخطر لابد من وجود كلمة درجة الخطر أو كلمة الخطر وكلمة الخسارة؟ فالسؤال يقول هنا: ما هي علاقة درجة الخطر باحتمال وقوع الخسارة؟ العلاقة هذه يا شباب يا بنات راح نشوفها من خلال الرسم البياني هذا. يعني لو تلاحظوا معي هنا الرسم البياني في شكل مثلث، حيث أن في السطر راح نحط إيش؟ احتمال وقوع الحادث أو احتمال وقوع الخسارة، وفي العمود درجة الخطر. بالطبع شباب احتمال وقوع الخسارة راح ياخذ القيم مثلا 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 و1. ليش؟ لأنه الاحتمال قيمته تتراوح بين الصفر والواحد، ودرجة الخطر كذلك قيمتها تتراوح بين الصفر والواحد. في العمود راح نلقى 0 0 1 0 2 إلى 1. فهنا المثلث هذا يبين بشكل واضح يعني درجة علاقة درجة الخطر باحتمال وقوع الخسارة. فالرجاء منكم يا شباب يا بنات يعني الانتباه. ليش؟ لأنه هنا يعني تقدر تنزل الكثير من الأسئلة في صيغة صح وخطأ أو خيارات على هذا المثلث. أوكي، فنتبع مع بعض. راح ناخذ الجزء الأول يا شباب يا بنات، الجزء الأول هو إيش؟ هو المجال أو احتمال الخسارة بين الصفر والصفر خمسة. الجزء الأول هو قطاع القرارات الموجبة يا شباب. يعني عندما يكون احتمال وقوع الخسارة أكبر من صفر لكن أقل من صفر خمسة. في هذا المجال يا شباب يا بنات لو تلاحظوا لو تاخذ اي قيمة على سبيل المثال لو ناخذ القيمة 0.2 تعني ان احتمال وقوع الخسارة يساوي 20% او يساوي 0.2. اذا كان احتمال وقوع الخسارة يساوي 0.2 فهذا يعني ان احتمال عدم وقوع الخسارة يساوي 0.8 المتمم. فهنا نلاحظ ان في هذا المجال أن احتمال وقوع الخسارة يكون دائما أقل من احتمال عدم وقوع الخسارة. فبالتالي إذا كان الشخص فينا في هذا المجال فسوف يتخذ قرار موجب. ليش يتخذ قرار موجب؟ لأن احتمال وقوع الخسارة أقل من احتمال عدم وقوعها. على سبيل المثال لو أنت تبغى تستثمر في مشروع ما معين وسويت دراسة جدوى، من خلال دراسة الجدوى تبين لنا أن احتمال وقوع الخسارة يساوي 20%،
واحتمال عدم وقوع الخسارة في هذا المشروع 80%، يعني الربح يكون 80%. فبالتالي الإنسان سوف يقدم على بعض المشروع، فتسمى هذه المنطقة تسمى بقطاع قرارات الموجبة. في هذه المنطقة يا شباب، في هذه المنطقة هناك علاقة طردية تصاعدية، يعني هناك مستقيم يا شباب تصاعدي، هناك مستقيم تصاعدي، هناك علاقة طردية بين احتمال وقوع الحادث أو الخسارة ودرجة الخطر. العلاقة الطردية هذه إيش تقول؟ تقول أن كلما زاد احتمال وقوع الحادث إلا وزادت درجة الخطورة. فبالتالي هناك علاقة طردية. هذا بالنسبة للجزء الأول. ننتقل للجزء الثاني وهو إيش؟ قطاع القرارات السالبة. قطاع القرارات السالبة. بالنسبة لقطاع القرارات السالبة، يعني المجال عندما يكون احتمال وقوع الخسارة يا شباب أكبر من 0.5 ولكن أقل من 1. ناخذ أنا أي قيمة، ناخذ 0.7. إذا كان احتمال وقوع الخسارة 0.7 فإن احتمال عدم وقوع الخسارة 0.3. نرجع للمثال، إذا بعد ما سويت أنت دراسة الجدوى تبين لنا أن احتمال وقوع الحادث أو احتمال وقوع الخسارة 70% واحتمال عدم وقوع الخسارة 30%، فبالتالي هنا يعني نسبة الخسارة أكبر من نسبة الربح، فبالتالي سوف الشخص يمتنع عن بعض المشروع، سوف يمتنع عن بعض المشروع، وبالتالي تسمى هذه المنطقة بقطاع القرارات السالبة. ليش؟ لأنه كلما كان احتمال وقوع الخسارة أكبر من احتمال عدم وقوعها فالشخص يعني متخذ القرار سوف يمتنع عن اتخاذ القرار، فتسمى بقطاع القرارات السالبة. في هذه المنطقة يا شباب يا بنات هناك علاقة عكسية. يعني إيش علاقة عكسية؟ يعني أن كلما زاد احتمال وقوع الخسارة إلا وقلت درجة الخطورة، فبالتالي هناك علاقة هناك علاقة عكسية بين احتمال وقوع الخسارة ودرجة الخطر. ننتقل للنقطة 0.5. النقطة 0.5 ايش تعني يا شباب؟ النقطة 0.5 تعني ان احتمال وقوع الخسارة يساوي احتمال عدم وقوع الخسارة 50-50 يعني. فهنا ايش نلاحظ؟ انه اذا كان احتمال وقوع الخسارة مساوي لاحتمال عدم وقوعها فالشخص متخذ القرار سوف يكون في حيرة من امره، هل سيبعث المشروع او سوف يتراجع عن بعث المشروع. فبالتالي هنا في ايش؟ في حيرة. فيقول التفسير يقول ان في هذه الحالة تكون ظاهرة عدم التأكد في اعلى درجة الخطورة. يعني هنا يا شباب إذا كان احتمال وقوع الخسارة يساوي 0.5 فإن درجة الخطر تساوي 1 صحيح. ليش تساوي 1 صحيح؟ لأن ظاهرة عدم التأكد راح تكون كبيرة جدا، وبالتالي درجة الخطر تصل إلى 1 صحيح. ليش؟ لأنه في هذه الحالة يصبح الإنسان غير متأكد غير متيقن من النتيجة النهائية للقرار الذي سيتخذه، فهنا تصبح درجة الخطر عالية كثير وتأخذ القيمة 1 صحيح. فاضل إيش؟ فاضل النقطة 0 والنقطة 1. النقطة 0 يعني إيش؟ إذا كان احتمال وقوع الخسارة يساوي 0، احنا قلنا يا شباب إذا كان الاحتمال يساوي 0 يعني الخطر مستحيل الوقوع، يعني مفيش خطر. بالطبع اذا مفيش خطر بالطبع درجة الخطورة كذلك تساوي 0. اذا مفيش خطر، اذا احتمال وقوع الخطر يساوي 0 يعني الخطر مستحيل، فان درجة الخطر كذلك تساوي 0. ليش؟ لانعدام يا شباب، لانعدام وقوع الخطر او لانعدام ظاهرة عدم التأكد. اوكي. واذا كان احتمال الخسارة يساوي 1 صحيح،
يعني ايش احتمال وقوع الخسارة واحد صحيح؟ يعني يا شباب ويا بنات ان الحادث مؤكد 100%، الحادث مؤكد 100%، يعني نحن متأكدين من وقوع الحادث الذي سيؤدي الى الخسارة. فبالتالي اذا انت كنت متأكد 100% من وقوع خسارة فسوف تتراجع وسوف تمتنع عن بعث المشروع. فبالتالي نفس الشيء درجة الخسارة سوف تكون تساوي الصفر. فبالتالي هنا يعني عندي في الحالة الأولى إذا كانت احتمال وقوع الخسارة يساوي صفر فإن درجة الخسارة تساوي صفر كذلك. وعندي الحالة الثانية إذا احتمال وقوع الخسارة يساوي واحد نفس الشيء درجة الخسارة تساوي صفر كذلك. هذا هو الرسم البياني يا شباب. وبالطبع يا شباب السلايدين اللي بعد الرسم لو تلاحظ السلايد هذا والسلايد اللي بعده يعني هذا يعطيك تفسير وتحليل للرسم، اوكي. يعني الكلام اللي قلته الحين انا موجود عندكم في السلايدين اللي بعد الرسم مباشرة. الجزء الثاني هو التنبؤ بالخسارة، يعني لما نقول التنبؤ بالخسارة يعني نتنبأ بحجم الخسارة أو نتنبأ بتكرار الخسارة. لو تتذكروا يا شباب ويا بنات لما درسنا إدارة المخاطر ودرسنا وظائف مدير المخاطر قلنا أنه من بين وظائف مدير المخاطر هو إيش؟ هو اكتشاف الخطر وتحديد المخاطر التي يمكن أن تصيب الفرد والمنشأة. وبالطبع لما يقوم باكتشاف وتحديد المخاطر لابد أن يقوم بتحليلها، لابد أن يقوم بتقييمها. لما نقول التقييم يعني لابد من إيش؟ احتساب احتمال وقوع خسارة واحتساب احتمال وقوع يعني تكرار الخسارة. فهنا يعني مدير المخاطر إيش سوى؟ قيم وقاس الخطر، يعني لابد أن يعطيه احتمال وقوع الحادث. هذه من مهام مدير المخاطر. فهنا ايش قال لي؟ قال لي هو يعني بالفعل انه تاريخ الخسائر في الماضي مهم جدا جدا ويستعمل للتنبؤ بحجم الخسارة في المستقبل. لكن ايش يقول لي هنا؟ يقول لي انه تاريخ الخسائر في الماضي لا يمكن ان يضمن لنا ان ايش؟ ان الخسائر في المستقبل سوف تتبع نفس التوزيع الاحتمالي للخسائر الماضية. نفسر يعني ايش؟ يعني على سبيل المثال يا شباب لو اردنا ان نجري دراسة عن عدد الحوادث او حوادث الحريق او حوادث السيارات بمدينة الرياض في سنة 2019-2020 على سبيل المثال، سوف نأخذ يعني تاريخ الحوادث من سنة 2010 مثال إلى سنة 2017، يعني الحوادث في الماضي الحوادث السابقة. إذا كان التوزيع الاحتمالي للحوادث السابقة من سنة 2010 إلى سنة 2017 مثلا على سبيل المثال يتبع توزيع بواسوني أو توزيع ميثان وكل واحنا دونيميان أو توزيع طبيعي، فهذا لا يعني أن التوزيع الاحتمالي لعدد الحوادث في سنة 2019 يعني في المستقبل سوف يتبع نفس التوزيع، ليس بشرطه. يعني يمكن يتبع نفس التوزيع الاحتمالي ويمكن يتبع توزيع آخر مغاير. هذا المقصود أن تاريخ الخسائر لا يضمن لنا أن الخسارة في المستقبل سوف تتبع نفس التوزيع الاحتمالي للخسائر في المستقبل. فهنا في ثلاثة تقنيات يستعملها مدير المخاطر لمساعدته في التنبؤ بمستوى الخسائر. فمن بين التقنيات يا شباب يا بنات من بين التقنيات التي يستعملها مدير المخاطر راح نشوف ايش؟ تحليل الاحتمالات البروبابيليتيز. وتحليل الاحتمالات لما نقول تحليل الاحتمالات يا شباب هذه شفناها في الوحدة رقم 2 التردد النسبي. يعني لما يكون عندي
في عدد السيارات التي تعرضت للحادث وعند مثال عدد السيارات الإجمالي، فاحتمال وقوع حادث سير سوف يكون يساوي، يعني التردد النسبي يا شباب، التردد النسبي يساوي عدد السيارات التي تعرضت للحادث على عدد السيارات الإجمالي. فراح نبدأ إيش البروبابيليتي، التردد النسبي أو الاحتمال. فهذه التقنية الأولى اللي راح يستعملها مجد مخاطر للتنبؤ، تحليل الاحتمالات. التقنية الثانية اللي استعملها مجد مخاطر هي تحليل الانحدار، الريجريشن أناليسيس. هذه التقنية الثانية يستعملها كذلك مجد مخاطر لكي يتنبأ باحتمال وقوع الخسارة أو احتمال تكرار الخسارة. والتقنية رقم ثلاثة هي إيش؟ التنبؤ بالاعتماد على التوزيع الاحتمالي للخسائر. يعني هنا مدير مخاطر سوف يحدد توزيع معين، على سبيل المثال توزيع مستمر أو توزيع منفصل. على سبيل المثال التوزيع الأسري هو توزيع مستمر، والتوزيع التوسلي هو توزيع منفصل. فمدير مخاطر سوف يختار يعني توزيع من التوزيعات الاحتمالية، وهذا التوزيع سوف يعتمد عليه مدير المخاطر لكي يتنبأ بحجم الخسارة أو بتكرار الخسارة في المستقبل. هذه هي التقنيات، ثلاثة تقنيات يا شباب، ثلاثة تقنيات يستعملها مدير المخاطر لكي يتنبأ بحجم الخسارة وبتكرار الخسارة، وهي الاحتمالات البروبابيليتي، تحليل الانحدار الريجريشن أناليسيس، و التنبؤ بالاعتماد على التوزيعات الاحتمالية للخسائر. العنصر قبل الأخير العلاقة بين الحوادث. العلاقة بين الحوادث هنا يا شباب راح نشوف مع بعض أن هناك ثلاثة أنواع من العلاقة بين الحوادث. هناك ما يسمى بحوادث مستقلة وحوادث مترابطة وحوادث متنافية. الحوادث المستقلة إيش المقصود؟ المقصود أنه وقوع الحادث الأول سوف يؤدي أو سوف يؤثر على باقي الحوادث، عفوا لن يؤثر على باقي الحوادث. هذا المقصود بحوادث مستقلة، يعني أن وقوع الحادث الأول لن يؤدي إلى وقوع حوادث أخرى، ما راح يؤثر على وقوع حوادث أخرى. هذا الحوادث المستقلة. الحوادث المترابطة العكس تماما يا شباب، أن وقوع الحادث الأول سوف يؤدي إلى وقوع حوادث أخرى، فتسمى بحوادث مترابطة. فتسمى بحوادث مترابطة. على سبيل المثال يا شباب يا بنات، يعني لو في بيت معرض لخطر الحريق وبالطبع بجواره بجنبه يعني لاصقه بيت ثاني، إذا صار حريق في البيت الأول هذا من شأنه أنه يؤثر على البيت الثاني. ليش؟ لأنه المنازل متجاورة، فبالتالي نقول أن هنا الحوادث مترابطة، لأن الحادث الأول سوف يؤدي إلى وقوع حوادث أخرى، فتسمى بحوادث مترابطة. وبالنسبة للحوادث المتنافية، حوادث متنافية يا شباب يعني أن إذا صار الحادث الأول سوف يمنع أو سوف ينفي وقوع الحادث الثاني، فتسمى بحوادث متنافية. حوادث متنافية، الحوادث المتنافية يعني يا شباب إذا صار حادث الأول استحالة أن يصير الحادث الثاني. على سبيل المثال أعطيك أنا مثال بسيط، يعني إذا الطالب نجح في المقرر في الفصل الأول فمستحيل أن نفس الطالب يرسب في نفس الفصل في نفس المقرر، فبالتالي هنا النجاح والرسوب يا شباب، النجاح والرسوب هي حوادث متنافية، إما أنه الطالب ينجح أو يرسب. استحالة أنك تلقى طالب ينجح ويرسب في نفس السنة أو في نفس الفصل الدراسي، فبالتالي إما راح ينجح أو راح يرسب. فهنا نقول أنه النجاح والرسوب هي حوادث متنافية، إذا أنت نجحت خلاص استحالة أنك ترسب في نفس الفصل بالطبع أو في نفس السنة، فبالتالي تسمى بحوادث متنافية. يعني كما قلت هنا هناك ثلاثة أنواع من الحوادث، حوادث مستقلة، حوادث مترابطة، وحوادث متنافية. العنصر الأخير في هذه الوحدة يا شباب يا بنات تجزئة حجم الخسارة، تجزئة حجم الخسارة. يعني المقصود يا شباب بتجزئة حجم الخسارة نحب نعرف نتنبأ بحجم الخسارة
مثلا لمنزل قيمته 1 مليون اذا تعرض لخطر الحريق. يعني هذا المنزل اللي قيمته 1 مليون اذا صار في حريق كم راح تكون حجم خسائره؟ فهذا يسمى بتجزئة حجم الخسارة. نلاحظ يا شباب يا بنات هنا انه حجم الخسارة يتأثر بثلاثة عوامل اساسية. حجم الخسارة يتأثر بالقيمة المعرضة للخطر، حجم الخسارة يتأثر بمعدل الخسارة، وحجم الخسارة يتأثر بعدد الوحدات المعرضة للخطر. ونعطيك أنا أمثلة على ذلك. الأمثلة بالطبع يا شباب يا بنات أن على سبيل المثال، على سبيل المثال في فرق كبير بين سيارة قيمتها 50,000 ريال وسيارة قيمتها 500,000 ريال. فالسيارة اللي قيمتها 500,000 ريال إذا تعرضت لحادث حجم خسائرها راح يكون أعلى بكثير من السيارة اللي قيمتها 50,000 ريال. فبالتالي قيمة الشيء المعرض للخطر، قيمة الشيء المعرض للخطر يعني عندها تأثير في حجم الخسارة. اثنين، عدد الوحدات المعرضة للخطر. بالطبع يا شباب كلما كان عدد الوحدات أكبر إلا وكان حجم الخسارة أعلى. نعطيك أنا على سبيل المثال، إذا مصنع يشتغل ب10,000 والمصنع الثاني يشتغل ب100,000، إذا صار حريق في المصنع الأول وصار حريق في المصنع الثاني، المصنع الثاني حجم خسائره راح يكون أعلى بكثير. ليه؟ لأنه عدد الوحدات اللي فيه أعلى بكثير من عدد الوحدات الموجودة في المصنع رقم واحد. فبالتالي حجم الخسارة يتأثر بعدد الوحدات المعرضة للخطر. النقطة الثالثة أن حجم الخسارة يتأثر بمعدل الخسارة. المقصود بمعدل الخسارة نعطيك أنا على سبيل المثال، لو ناخذ البيت الأول وقيمته 1 مليون والبيت الثاني قيمته 1 مليون كذلك، لكن البيت الأول معدل الخسارة فيه على سبيل المثال 0.05 والبيت الثاني معدل خسارة فيه مثال 0.10. فبالتالي إذا صار حريق فتأكد أنه البيت الذي معدل خسائره أعلى راح تكون حجم خسائره أعلى. فبالتالي هنا حجم الخسارة يتأثر بثلاثة عناصر، يتأثر بقيمة الشيء مع الخطر، يتأثر بمعدل الخسارة، ويتأثر بعدد الوحدات المعرضة للخطر. فهنا يعني القانون ايش يقول يا شباب؟ القانون يقول انه حجم الخسارة المادية يساوي قيمة الشيء المعرض خطر ضارب معدل الخسارة. يعني كما قلت لكم يا شباب، لو انت عندك بيت يسوى 1 مليون وحب تعرف حجم خسارة هذا البيت يسوى اثناء الحريق، اذا كان عندك معدل الخسارة فيكفي انك تاخذ قيمة البيت اللي هي 1 مليون مضروب في حجم في معدل الخسارة، وراح تلقى بالطبع راح تلقى حجم الخسارة المادية المتوقعة. فبالتالي معدل الخسارة يا شباب يعني عنصر هام جدا في تحديد حجم الخسارة. معدل الخسارة ايش يقول هو؟ المعدل يعني هنا الشيء المطلوب منك يا شباب هو يعني القانون القبل الأخيرة، مو القانون بالاحمر وانما القانون قبل الاخير. معدل الخساره ايش يقول؟ معدل الخساره يا شباب يساوي عدد الوحدات المعرضه للخطر ضارب عدد الوحدات المعرضه للخطر بالطبع وصار عليها الحادث ضارب متوسط الخساره تقسيم عدد الوحدات المعرضه للخطر ضارب متوسط القيمه المعرضه للخطر. يعني ايش المقصود هنا؟ يعني لكي يتم احتساب معدل الخسارة أول شيء راح يكون عندك عدد الوحدات التي تعرضت للحادث. عدد الوحدات التي تعرض للحادث هذا راح نقسمه على عدد الوحدات الإجمالي. وهذا القانون شفناه يا شباب التردد النسبي، عدد الوحدات التي تعرضت للحادث على عدد الوحدات الإجمالي راح نلقى التردد النسبي مضروب متوسط الخسارة على متوسط القيمة. متوسط الخسارة ايش المقصود بمتوسط الخسارة يا شباب؟ يعني لو انت عندك 3 سيارات، السيارة الاولى تعرضت لحادث حجم خسائره 1,000 ريال، السيارة الثانية 2,000 ريال، والسيارة الثالثة 3,000 ريال.
2000 زائد 1000 زائد 3000 تيجي 6000 ريال، 6000 ريال تقسيم ثلاثة سيارات التي تعرضت الحادث راح نلقى 2000 ريال. ال 2000 ريال هذه تسمى بمتوسط الخسائر. تسمى بمتوسط الخسائر. ومتوسط القيمة يا شباب، متوسط القيمة يعني لو أنت عندك سيارة الأولى اشتريتها ب 100000 ريال. والسيارة الثانية اشتريتها ب 200000 ريال. 100000 ريال زائد 200000 ريال تيجي 300000 ريال، 300000 ريال تقسيم اثنين، تقسيم اثنين راح تلقى 150000. فعبارة على أن متوسط القيمة يساوي 150000، يعني عبارة أن السيارة الأولى اشتريتها ب 150 وكذلك السيارة الثانية اشتريتها ب 150000. هذا المقصود بمتوسط القيمة المعرضة للخطر. ففي الأخير يعني معدل الخسارة يساوي، هذا القانون المطالب أن الطالب يحفظه، معدل الخسارة يساوي، معدل الخسارة يساوي عدد الوحدات التي تعرضت للحادث تقسيم عدد الوحدات الإجمالي مضروب متوسط الخسارة للوحدة على متوسط القيمة للوحدات المعرضة للخطر. هذا هو يعني معدل الخسارة. هذه نهاية الوحدة رقم 10، ونمر إلى الوحدة رقم 11، مفاهيم أساسية حول التأمين. هنا بالطبع لما قلنا في أساسية حول التأمين يا شباب يا بنات، في العنصر الأول راح نعطيكم لمحة تاريخية حول التأمين، يعني متى ظهر التأمين وكيف ظهر التأمين ومتى ظهر التأمين وفي أي حضارات ظهر التأمين ولماذا ظهر التأمين إلى آخره. بعدين راح نعطيكم تعريف التأمين، إيش المقصود بالتأمين، وراح نعطيكم في كعنصر أخير يعني عناصر التأمين. لما نقول عناصر التأمين يعني راح نشوف مفهوم المؤمن، مفهوم المؤمن له، مفهوم قصة التأمين، مفهوم مبلغ التأمين إلى آخره. عدة مصطلحات وعدة مفاهيم راح نعطيها في الوحدة رقم 11. فهنا اللمحة، لمحة تاريخية حول التأمين. بالطبع يا شباب يا بنات، احنا شفنا في بداية المحاضرات انه التأمين مهم جدا في حياة الفرد، في حياة العامة والخاصة يلتجئ الفرد الى التأمين، وذلك لحماية نفسه من عدة مخاطر او من عدة اصابات قد تحدث في المستقبل. فبالتالي يلتجئ الشخص للتأمين. فبالتالي التأمين هو عبارة عن وسيلة لحماية الفرد او لحماية المنشآت من المخاطر او من الخسائر التي قد تحدث في المستقبل. فهنا لو تلاحظوا انه التأمين يا شباب يا بنات يعني موجود منذ عصور قديمة جدا. فهنا على سبيل المثال راح نلقى التأمين في عهد الفراعنة. في عهد الفراعنة بالطبع ما كان يسمى بالتأمين، وإنما هي بصفة غير مباشرة كان يطبق التأمين بصفة غير مباشرة، حيث أنه في عهد الفراعنة يا شباب يا بنات يعني كانت يعني تكلفة الجنائز عالية كثير، كلفة الجنائز يعني كانت عالية كثير يا شباب، ولا يقدر الإنسان يعني يتحملها لحاله. فتم إنشاء عدة جمعيات تعاونية، الهدف منها هذه الجمعيات هو إيش؟ مساعدة الأشخاص عند وقوع يعني حالة وفاة. يعني راح الجمعيات هذه راح تساعد يعني الأشخاص في يعني دفن موتاهم وفي تحمل يعني مصاريف الجنائز. هذا في عهد الفراعنة يا شباب. فبالتالي يعني نلاحظ أن التأمين موجود منذ القدم. شيء آخر أن راح نشوف مع بعض في واحدة من الوحدات ما يسمى بالقرض البحري. القرض البحري اليوم أصبح يسمى بالتأمين البحري. يعني القرض البحري موجود في عهد الإغريق وعهد البابليين والأشوريين، يعني في الحضارات القديمة. القرض البحري هو عبارة عن إيش؟ عبارة، قلت عبارة عن تأمين بحري، حيث أن التجار لاحظوا أن السفن والسلاح معرضة إلى عدة مخاطر. المخاطر هذه تتمثل في القرصنة، تتمثل في غرق السفينة، تتمثل في تلف البضاعة. فتم يعني اللجوء إلى القرض البحري. فالقرض البحري هو نوع من أنواع التأمين البحري، وراح نشوف هذا يا شباب بالتفصيل في وحدة جاية إن شاء الله. كذلك يا شباب يعني التأمين الحياة ظهر
منذ سنة 1583 ميلادي، يعني الثمانين حياة، شوف كم عنده من سنة، يعني قرابة 500 سنة. فظهر التأمين حياة عنده كثير. وكذلك التأمين على الحريق، يا شباب يا بنات لو تتذكروا حريق لندن اللي صار في سنة 1666 ميلادي، يعني لما صار حريق في مدينة لندن سنة 1666 ميلادي لم يكن هناك قبلها التأمين على الحرائق. من تلك اللحظة يعني تم التفكير في إنشاء ما يسمى التأمين على الحريق في من سنة 1666 ميلادي. فبالتالي يعني يا شباب وبنات يعني نلاحظ إيش هنا؟ نلاحظ أنه التأمين موجود منذ العصور القديمة وليس في الشيء الجديد، لكن هو موجود وما كانش يسمى بتأمين، وإنما يعني كان يسمى بأشياء ثانية. كان التأمين موجود يعني منذ القدم. فهنا نعطيكم تعريف التأمين. بطاقة تعريف التأمين يا شباب، هنا عندكم تعريف. أنا قلت أنه التعريفات الطالب غير مطالب أن يحفظها حرفيا، فالطالب مطالب أنه يفهمها، يفهم التعريف، أوكي، يفهم فهم صحيح بالطبع. فالتأمين هنا هو عبارة عن إيش يا شباب؟ التأمين هو عبارة عن اتفاق، أوكي، بين طرفين. الطرف الأول هو المؤمن، يعني هيئة التأمين أو شركة التأمين، والطرف الثاني هو المؤمن له أو المستفيد. حيث أما شركة التأمين أو هيئة التأمين تلتزم بدفع التعويضات للمؤمن له عند وقوع الحادث المبين في العقد. وبالطبع يا شباب يا بنات أن المؤمن له ملزم أنه يدفع القسط إلى شركة التأمين مقابل إيش؟ مقابل الحماية اللي راح تقدمها الشركة للمؤمن له. فبالتالي هنا قلنا التأمين هو عبارة على اتفاق، عبارة على تعاقد يلتزم بمقتضى الطرف الأول وهي شركة التأمين أو هيئة التأمين أن تدفع أو تؤدي إلى الطرف الآخر عوض مالي عن جميع الخسائر التي قد تحدث للمؤمن له، والمؤمن له مطالب أنه يؤدي أو يدفع القسط إلى شركة التأمين مقابل الحماية اللي راح توفرها شركة التأمين للمؤمن له. هذا ما يسمى بالتأمين، هذا ما يسمى بالتأمين. الآن راح نشوف عناصر التأمين. مثل ما قلت لكم يا شباب المقصود بعناصر التأمين، المقصود فيها يعني راح نشوف مفهوم المؤمن له، راح نشوف مفهوم المؤمن، راح نشوف مفهوم قسط التأمين، راح نشوف مفهوم عقد التأمين إلى آخره. فهنا إيش المقصود بالمؤمن له؟ المؤمن له يا شباب يا بنات هو أي شخص معرض للخطر ويروح إلى شركة التأمين ويطلب منها الحماية. فبالتالي هذا يسمى بالمؤمن له. وبالطبع المؤمن له هو مطالب أن يدفع قسط التأمين إلى شركة التأمين مقابل الحماية اللي راح تعطيها الشركة للمؤمن له. هذا مفهوم المؤمن له. بالنسبة للمؤمن أو شركة التأمين، المؤمن هو الشركة أو الهيئة، هيئة التأمين التي راح تقدم الحماية للمؤمن له، وتلتزم الشركة هذه تلتزم بدفع التعويضات للمؤمن له عند وقوع الحادث أو الخطر المبين في الوثيقة أو المبين في العقد. بالنسبة للمستفيد، المستفيد يا شباب هو الشخص الذي تؤول إليه المنفعة، يعني يا شباب المستفيد هو ذلك الشخص اللي راح يتحصل على التعويضات بعد وقوع الحادث. هنا ملاحظة يا شباب يا بنات، هنا ملاحظة مهمة. في بعض الأحيان المستفيد هو نفسه المؤمن له، وفي بعض الأحيان الأخرى المستفيد لحاله والمؤمن له لحاله. نعطيك أنا على سبيل المثال، لما أنت تروح توقع عقد تأمين السيارة، وثيقة التأمين راح تصدر باسم صاحب السيارة، وعند وقوع حادث السير شركة التأمين سوف تحرر شيك باسم صاحب السيارة، يعني الأموال سوف يقع صرفها من صاحب السيارة. فبالتالي هنا يعني المؤمن له هو نفسه هو المستفيد. ليش؟ لأنه التعويضات
اخذها المؤمن له نفسه، فبالتالي المؤمن له هو نفسه هو المستفيد. الان في التأمين على الوفاة مثال، يعني المؤمن له على سبيل المثال هو الوالد، الوالد يروح يوقع عقد تأمين عن حياته، عقد تأمين عن الوفاة، وعند توقيع العقد يقول انه المستفيد هي الزوجة، يعني بعد وفاة المؤمن له الاموال، الاموال شركة التأمين سوف تعطي الاموال التعويضات الى الزوجة، فبالتالي المؤمن له هو الزوج والمستفيد هي الزوجة، فبالتالي هنا المؤمن له لحاله والمستفيد لحاله. في كتلخيص، المستفيد هو الشخص اللي راح يتحصل على التعويضات، يا شباب يا بنات المستفيد هو الشخص اللي راح يتحصل على التعويضات. الشركة لمين راح تعطي الأموال هذه؟ لمين راح تعطي التعويضات هذه؟ الشخص اللي راح ياخذ التعويضات نسميه بمستفيد. قصة التأمين بالطبع يا شباب، قصة التأمين هو ذلك المبلغ اللي راح يدفعه المؤمن له إلى شركة التأمين، وقصة التأمين يقدر المؤمن له يدفع دفعة واحدة مثل التأمين على السيارات، أو يدفع على عدة دفعات مثل التأمين على الحياة مثال. أوكي، هذا يسمى في قصة التأمين. مبلغ التأمين يا شباب، مبلغ التأمين هي تلك الأموال المطالبة أن شركة التأمين تعطيها تعويض للمؤمن له او للمستفيد بعد وقوع الحادث، هذا يسمى بمبلغ التأمين. مبلغ التأمين يعني الاموال او التعويضات اللي راح تعطيها شركة التأمين للمؤمن له او للمستفيد، للمؤمن له او للمستفيد. فهنا راح تلاحظوا انه هناك علاقة بين، يعني بين المؤمن له وبين شركة التأمين. العلاقة هذه نقدر نلخصها في الرسم الموالي، يعني الرسم هذا عندي هنا ايش؟ عندي على اليمين المؤمن له او نسميه طالب التأمين او نسميه المستأمن او نسميه المؤمن عليه، وعندي على اليسار المؤمن او شركة التأمين او هيئة التأمين. العلاقة هي تكمن فين؟ ان المؤمن له مطالب ان يدفع قسط التأمين الى شركة التأمين اثناء التعاقد او اثناء مدة التأمين، هذه من واجب المؤمن له أنه يدفع القسط إلى الشركة. القسط هذا إما يدفعه دفعة واحدة عند توقيع العقد، أو راح يدفعه يعني على عدة دفعات أثناء مدة التأمين. في المقابل شركة التأمين يا شباب يا بنات مطالبة أنها تعطي التعويضات للمؤمن له أو للمستفيد إذا صار الحادث المبين، إذا صار الحادث المبين في وثيقة التأمين أو في عقد التأمين. هذه العلاقة بين يعني المؤمن له وشركة التأمين. هذه الوحدة رقم 11، رح نبدأ في الوحدة رقم 12 يا شباب، الفرق بين التأمين والعمليات الأخرى. يعني وصلنا للوحدة 12 يا شباب يا بنات، راح أسألكم سؤال الحين، راح أفتح شات يا شباب يا بنات، راح أفتح شات. هل عندكم محاضرات في الساعة 10:45؟ هل نكمل الوحدة 12؟ المصطلحات مو معكم، المصطلحات مو معكم. اوكي، راح نكمل الوحدة 12 يا شباب يا بنات. راح نكمل الوحدة 12. التواريخ مو معكم، التواريخ مو معكم، والمصطلحات مو معكم، المصطلحات مو معكم. اوكي، راح نكمل يا شباب يا بنات، خلاص راح اقفل الشات، راح اقفل الشات يا شباب يا بنات. إذا بالنسبة للوحدة رقم 12، الفرق بين التأمين والعمليات الأخرى. يعني هنا لما نقول الفرق بين التأمين والعمليات الأخرى، راح نشوف يا شباب يا بنات، راح نشوف القرض البحري مثل ما ذكرت في الوحدة رقم 11، راح نشوف مع بعض القرض البحري
وراح نشوف مع بعض التغطية أو التحوط، نسميها التغطية أو نسميها التحوط. راح نعطيكم مفهوم القرض البحري، وراح نعطيكم أوجه التشابه بين القرض البحري والتأمين، وأوجه الاختلاف بين القرض البحري والتأمين. وبعدين راح نعطيكم التغطية، مفهوم التغطية، وراح نعطيكم أوجه التشابه بين يعني القرض التغطية والتأمين، وأوجه الاختلاف بين يعني التغطية والتأمين. فهنا الفرق بين التأمين والعمليات الأخرى، العمليات الأخرى كما قلت يا شباب، العمليات الأخرى المقصود فيها هي القرض البحري والتغطية. فهنا قال، قال أن هناك عدة أوجه تشابه يا شباب بين التأمين وعدة عمليات أخرى مشابهة له، على سبيل المثال القرض البحري و التغطية. المقصود بالقرض البحري، نعطيكم مفهوم القرض البحري. يعني في القرض البحري يا شباب لاحظنا في السابق يعني في العصور القديمة في الحضارات الإغريقية والحضارات البابلية وحضارة الأشوريين أن جميع المبادلات التجارية كانت تقوم عن طريق البحر. يعني أن التجار يروحوا يتاجروا ويستعملوا إيش السفن والبحر لتتم المبادلات التجارية ويتم بيع السلع. فلاحظنا أن عند قيام البحارة بالإبحار سفنهم تتعرض إلى عدة مخاطر. المخاطر هذه تتمثل عادة في القرصنة، تتمثل في مخاطر الغرق، تتمثل في مخاطر تلف البضاعة إلى آخره. فهنا هذه المخاطر أدت إلى تدهور التجارة، أدت إلى تدهور التجارة، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد في تلك الفترة. فالحل إيش هو؟ رأى بعض الأشخاص أنه لا بد من تأمين البضائع وتأمين السفينة ضد هذه المخاطر، فتم إنشاء ما يسمى بالقرض البحري. واليوم يا شباب اليوم أصبح يسمى بالتأمين البحري. يعني من سنة 1601 يعني كان في السابق اسمه قرض بحري، الآن أصبح اسمه يعني تأمين بحري. في سنة 1601 أصبح تم إنشاء التأمين البحري، لكن في السابق يا شباب كان يسمى بالقرض البحري. فكرة القرض البحري سهلة جدا، هي كالتالي: هناك بعض رجال الأعمال أو نسميهم احنا المخاطرين، رجال الأعمال أو المخاطرين راح يقوموا بإعطاء قروض إلى أصحاب السفن أو أصحاب البضاعة، وصاحب السفينة أو صاحب البضاعة يأخذ الأموال. الأموال هذه هي بمثابة تعويض، بمثابة قيمة السفينة أو قيمة البضاعة أو قيمة السفينة والبضاعة معا. صاحب السفينة أو صاحب البضاعة سوف يأخذ البضاعة ويروح يسافر، يروح يبحر ويبيع البضاعة، وعند عودته وعند وصوله سالم، عند وصوله سالم يقوم برد القرض بفوائد مرتفعة تصل إلى 20 و30%. على سبيل المثال يا شباب، لو صاحب السفينة أخذ قرض من رجل أعمال هذا قيمته 1 مليون، وتم الاتفاق عند تسليم القرض أنه على صاحب السفينة أنه يرجع القرض ومعه فوائد تساوي 20%. صاحب السفينة يأخذ القرض هذا ويروح يسافر ويبيع البضاعة ويرجع، عند عودته سالم إلى ميناء الوصول راح يرجع 1 مليون ومعه 200,000 ريال. 200,000 ريال هي يعني النسبة، فهذه هي فكرة القرض البحري يا شباب، يعني العملية سهلة جدا وواضحة. هناك طرف اسمه رجل مخاطر أو رجل أعمال، رجل الأعمال هذا أو رجل المخاطر هذا سوف يعطي قروض إلى صاحب السفينة، والقرض اللي راح يعطيه صاحب إلى صاحب السفينة
يعني صاحب السفينة مطالب أن يرجع القرض هذا بعد عودته سالم إلى ميناء الوصول، ويرجع بفوائد مرتفعة تصل إلى 20 و30%. أنا إيش قلت يا شباب؟ قلت عند عودته سالما، عند عودته سالما. ليش؟ لأن صاحب السفينة أو صاحب البضاعة إذا تعرض للحادث أو إذا تعرض للسرقة أو إذا تعرض للقرصنة أو إذا تعرضت السفينة للغرق أو إذا تعرضت البضاعة للتلف، فصاحب السفينة أو صاحب البضاعة غير ملزم غير مجبر أنه يرجع القرض. ما راح يرجع ولا ريال، ما راح يرجع ولا ريال إذا لم تصل السفينة أو البضاعة إلى ميناء الوصول سالمة. فبالتالي هنا صاحب السفينة أو صاحب البضاعة ما راح يرجع القرض ومعه نسب أو نسبة عالية إلا في حالة واحدة، وهي أنه السفينة أو السفينة والبضاعة تصل سالمة إلى ميناء الوصول. راح نشوف مع بعض الآن يعني أوجه التشابه بين القرض البحري والتأمين. أوجه التشابه بين القرض البحري والتأمين. بالطبع يا شباب هنا مما سبق اتضح أن هناك تشابه بين القرض البحري والتأمين، حيث أن القرض البحري يا شباب يقوم على فكرة إيش؟ تحويل الخطر من صاحب السفينة أو صاحب البضاعة إلى الرجل المخاطر هذا، وهذه الفكرة يقوم عليها نفس الشيء التأمين. أنت لما تأمن سيارتك إيش قمت؟ قمت بتحويل الخطر من شخصك إلى شركة التأمين. ففكرة تحويل الخطر يا شباب هي نقطة تشابه بين التأمين والقرض البحري، موجودة في التأمين وموجودة في القرض البحري، هذا تحويل الخطر. النقطة اثنين يا شباب، أن رجل الأعمال هذا يسعى إلى تجميع أكبر عدد ممكن من السفن اللي راح يعطيها قروض، حتى إيش؟ حتى يتم تطبيق قانون الأعداد الكبيرة. احنا شفنا يا شباب يا بنات في التأمين قانون أعداد كبيرة، قانون أعداد كبيرة ينص أنه كلما كان عدد الوحدات المجمعة أكبر إلا وكان أفضل لشركة التأمين وتقل حجم الخسارة ودرجة الخطورة تقل. فهنا رجل المخاطر هذا يا شباب رجل الأعمال هذا حتى يسوي أرباح هو مطالب أنه إيش؟ أنه يجمع أكبر عدد ممكن من السفن ويعطيها قروض. ليش؟ إذا هو جمع 10 سفن يا شباب وكل سفينة أعطاه 1 مليون وكل سفينة مطالب أنه تعطيه مثال 50%، يعني 1,000,000 و500 300 ضارب 10 تيجي 3 مليون، يعني لو سفينة واحدة غرقت مثال غير مطالب أنها تعطي التعويضات راح يخسر 1,000,000، لكن هو ربح في المقابل 3 مليون. فبالتالي كلما كان عدد السفن المجمعة كلما كان عدد القروض المعطاة أكثر إلا وكان أفضل بالنسبة للرجل الأعمال هذا أو رجل المخاطر هذا، فهذا ما يسمى بقانون الأعداد الكبيرة. نقطة التشابه رقم 3 في التأمين يا شباب، أنت لما تروح إلى شركة تأمين وتوقع عقد التأمين مش قلنا تدفع قسط التأمين؟ نفس الشيء صاحب السفينة هو مطالب أنه يدفع قسط التأمين لرجل الأعمال هذا. قسط التأمين يا شباب هذا هو عبارة عن الفارق بين سعر فائدة أساس السوق وسعر الفائدة المرتفع. بمعنى يا شباب بمعنى رجل الأعمال هذا لما يعطيك 1 مليون أنت راح ترجع 1,300,000. 1 مليون هذا لو تستثمره في السوق، لو تستثمره في السوق راح يجيب 1,200,000 مثال. أوكي، يعني سعر الفائدة أساس السوق هو 200,000 وسعر الفائدة المرتفع اللي راح يطلبه رجل الأعمال هو 300,000. فبالتالي 300,000 ناقص 200,000 راح تلقى 100,000. 100,000 هذه عبارة عن قسط التأمين اللي راح يدفع المؤمن له إلى شركة التأمين. فبالتالي فكرة قسط التأمين موجودة في التأمين وموجودة في القرض البحري. والوجه الشبه الرابع والأخير في التأمين يا شباب، مش احنا قلنا انه في التأمين لابد انه يكون الخطر يعني قابل للتأمين، حيث أن الخطر لابد أن يكون قابل للقياس، لابد أن يكون يعني محتمل الحدوث، ولابد أن يكون يعني خطر غير إرادي. نفس الشيء هنا في القرض البحري
راح نلقى ايش؟ انه الخطر اللي راح تتعرض فيها السفينة او اللي تتعرض فيها البضاعة هو خطر غير ارادي، هو خطر محتمل الوقوع، وبالطبع هو خطر قابل للقياس وبالتالي هو قابل للتأمين. يعني هنا نقدر نقول انه شروط الخطر القابل للتأمين شفناها يا شباب في الوحدة 2 أو 3، شروط الخطر القابل للتأمين موجودة في التأمين وموجودة كذلك في التأمين في القرض البحري. هذه هي أوجه التشابه بين التأمين والقرض البحري. بالنسبة لأوجه الاختلاف، يعني هناك 4 نقاط في أوجه الاختلاف في القرض البحري يا شباب. أن صاحب السفينة أو صاحب البضاعة سوف يتحصل على التعويض قبل ما يتعرض للحادث، قبل ما يسافر. يعني رجل الأعمال هذا راح يقول لك كم تسوى بضاعتك، كم تسوى سفينتك، راح تقول لك يسوى 1 مليون، راح يعطيك 1 مليون قبل وقوع الحادث أصلا. في التأمين بالعكس، المؤمن له سوف يتحصل على التعويضات إلا بعد وقوع الحادث. هذا وجه الاختلاف رقم 1. 2 يا شباب، في القرض البحري صاحب السفينة أو صاحب البضاعة ما راح يدفع الأقساط إلا بعد ما يسافر ويرجع سالم. يروح يسافر ولما ترجع السفينة سالمة وقتها يقوم بدفع أقساط التأمين. لكن في التأمين يا شباب انت تدفع القسط اول يوم توقع فيه العقد، راح تدفع القسط، راح تدفع القسط. هذا الفارق رقم 2. الفارق رقم 3 ان يقول لي هنا بالنسبة للقرض البحري يا شباب، عند وقوع الحادث، عند وقوع الحادث احنا مش قلنا يا شباب، مش قلنا انه صاحب السفينة او صاحب البضاعة راح يرجع القرض ومعه فوائد مرتفعة إلا في حالة واحدة، عند وصول السفينة سالمة والبضاعة سالمة. لكن إذا تعرضت السفينة لحادث أو تعرضت البضاعة للسرقة أو التلف، صاحب السفينة أو صاحب البضاعة غير مطالب أن يرجع، غير مطالب أن يرجع القرض. فهنا إيش قال لي؟ قال لي أنه في القرض البحري صاحب السفينة أو صاحب البضاعة أخذ التعويضات، أخذ التعويضات قبل حصول الحادث ولم يدفع ولا شيء. ففي صورة ما تحقق الحادث، تحقق الحادث يعني هو لم يدفع الأقساط مقابل الحماية. في التأمين بالعكس يا شباب، انت راح تدفع القسط والتعويض محتمل، يعني ممكن نعطيك تعويض ممكن ما راح نعطيك تعويض. تدفع القسط ممكن نعطيك تعويض ممكن لا. هذا في التأمين. في القرض البحري العكس تماما، انت راح تاخذ التعويضات ولم تدفع ولا شيء مقابل الحماية هذه او مقابل التعويضات. اوكي. النقطة الرابعة، يعني اوجه الاختلاف الرابعة، ان في التأمين يا شباب لو تتذكروا سياسة تجميع الاخطار ومبدأ المشاركة والتعاون موجود في التأمين، لكن في القرض البحري لا يوجد، لا يمكن تطبيق مبدأ المشاركة وتطبيق مبدأ التعاون وتطبيق سياسة تجميع الأخطار. بمعنى أنه في التأمين نلقى يا شباب، في التأمين نلقى إمكانية أنه صاحب البيت الأول يقترح على صاحب البيت الثاني لماذا لا يتم تجميع مخاطرنا، يتم تجميع المخاطر وعند وقوع الحادث يعني يتم اقتسام الخسارة بالتساوي. هذا المبدأ، هذا مبدأ المشاركة أو مبدأ تجمع المخاطر لا وجود له في القرض البحري. يعني استحالة أنك تلقى صاحب سفينة أولى يقترح على صاحب سفينة ثانية ويقول لهم لماذا لا يتم تجميع مخاطرنا. فمبدأ المشاركة أو مبدأ التعاون لا وجود له في التأمين. هذا بالنسبة للقرض البحري. بالنسبة للتغطية يا شباب، التغطية يا شباب يا بنات لو تتذكروا، يا شباب يا بنات لو تتذكروا لما درسنا أنواع المخاطر قلنا أن مخاطر المضاربة لا يقع تأمينها، شركة التأمين ترفض أن تؤمن مخاطر المضاربة. ليش؟ لأنه من الصعب جدا تحديد المنفعة المترتبة من مخاطر المضاربة. أوكي. فهنا تيجي التغطية، نسميها التغطية ونسميها التحوط.
التغطية هذه هي عملية عبارة عن عملية يعني تؤمن مخاطر المضاربة. فالتغطية هي ايش؟ نعطيك انا كيف تشتغل التغطية هذه. التغطية يا شباب اول شيء يقوم بها فئة معينة من التجار او نسميهم احنا السماسرة. اوكي. حيث ان السماسرة او التجار راح يشترون المواد الاولية من صاحب المواد الخام. ويشتروها بسعر اليوم ويتم تخزينها وبعد مدة شهر شهرين ثلاثة او سنة يتم بيعها في المستقبل. ليش؟ لانه السمسار هذا يتوقع ان سعر هذه المواد سوف يرتفع في المستقبل، سوف يزيد، فراح يشتريها اليوم اوكي بسعر اليوم ويبيعها في المستقبل. هذا هو يعني هذه هي التغطية. يعني هناك فئة من السماسرة، هناك فئة من التجار سوف يشترون المواد الأولية من صاحب المواد الخام وسوف يقوم بتخزينها، وبعد مدة معينة بعد شهر أو بعد سنة سوف يتم بيع هذه المواد بسعر أعلى، بسعر أعلى، فتسمى بعملية التغطية. وبالطبع هنا هي إيش؟ هي يعني ممكن يبيعها بسعر أعلى يا شباب، وممكن يبيعها بسعر أقل، ممكن يبيعها بسعر أعلى، ممكن يبيعها بسعر أقل. فهنا راح نشوف يا شباب لأوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين التغطية والتأمين. فهنا هناك ثلاثة أوجه تشابه. الوجه الشرح الأول أنه بالطبع كل من التغطية والتأمين يا شباب يقومان على تحويل الخطر أو على نقل الخطر. التغطية تقوم على نقل الخطر من صاحب مواد الخام إلى الرجل السمسار. فعملية التغطية هذه تقوم على تحويل الخطر أو تقوم على نقل الخطر، ونفس السياسة هذه مطبقة في التأمين. التأمين كذلك يا شباب يقوم على سياسة تحويل الخطر أو على سياسة نقل الخطر. الوجه الشبه الثاني، كل من التغطية والتأمين يا شباب يتعاملان مع خطر موجود ولا نعمل على خلق خطر جديد. في التأمين أنت لما تروح تأمن تأمين صحي مثال، الخطر موجود، الخطر متمثل في أنه في إمكانية أنه الإنسان يصاب بمرض معين، الخطر موجود. في التغطية يا شباب أنه نفس الشيء، التغطية تتعامل مع خطر موجود المتمثل في تذبذب الأسعار. يعني أنا كسمسار نشري اليوم سلعة معينة بسعر معين، وفي إمكانية في المستقبل أنه السعر يزيد، وفي إمكانية أن السعر ينقص، فبالتالي الخطر كذلك موجود. وبالطبع يا شباب وبنات، سواء في التأمين سواء في التغطية فإن الخطر يجب أن يكون خطر غير إرادي، الخطر غير إرادي، هذا شرط من شروط التأمين. نفس الشيء الشرط هذا موجود حتى في التغطية، يجب أن يكون الخطر غير إرادي يا شباب ويا بنات. بالنسبة لأوجه الاختلاف هناك نقطتين بس في أوجه الاختلاف يا شباب. أول وجه الاختلاف أنه في التأمين يا شباب يا بنات لو تتذكروا قلنا أنه التأمين يتعامل مع الأخطار الصافية القابلة للتأمين. يعني التأمين يؤمن إلا المخاطر الصافية، إلا المخاطر القابلة للتأمين. لكن التغطية تتعامل مع مخاطر المضاربة. هذا الفرق رقم واحد يا شباب، لو تتذكروا قلنا أنه التأمين لا يؤمن مخاطر المضاربة وإنما يؤمن المخاطر السافية الصافية فقط. التغطية لا، تؤمن مخاطر المضاربة، تؤمن مخاطر المضاربة. هذا الوجه الاختلاف رقم واحد. في التأمين يا شباب، التأمين يقوم على سياسة تخفيض الخطر وعلى سياسة نقل الخطر، لكن التغطية تقوم فقط على سياسة نقل الخطر ولا تعمل على تخفيض الخطر. نعاود، التأمين يقوم على سياسة تخفيض الخطر وسياسة تحويل أو نقل الخطر. في التغطية ما راح نلقى إيش؟ نلقى إلا سياسة نقل الخطر بس، ولا تعمل التغطية لا تعمل على تخفيض الخطر وإنما تعمل على سياسة نقل الخطر من صاحب مواد الخام إلى
الرجل السمسار الى الرجل السمسار. هل الوحده رقم 12 يا شباب يا بنات؟ راح اعطيكم المجال 5 دقائق يا شباب يا بنات لو تسمحوا، راح اعطيكم مجال للاسئله والاستفسارات، لكن كما قلت يا شباب ابغى اسئله واستفسارات على الوحدات ولا وليس على المنهج الطويل المنهج القصير المنهج المصطلحات، هذا كل ما ابغاه. الكلمه عندكم مفيد، اللي عنده سؤال او عنده استفسار ايه. اوكي يا شباب يا شباب راح نعيد المثلث هذا يا شباب لو سمحت. معدل الخسارة ممكن يكون سؤال رقمي يا شباب، ممكن يكون مسألة مثال، نعطيك انا معدل الخسارة مثال، نعطيك قيمة المنزل نقول لك كم يساوي حجم الخسارة على سبيل المثال. لا خلصنا الحين، لكن راح ارجع يا شباب في مين يسأل على الوحدة رقم 10 المثلث يا شباب لو سمحتم. هذا اتفاق انه في القرض البحري اذا صار الحادث يا شباب يعني صاحب السفينه غير مطالب انه يرجع الاموال. هذا الاتفاق يعني عباره على عقد، العقد ينص على ذلك، هذا المقصود يا شباب البنات، انه في القرض البحري عند وقوع الحادث يعني صاحب السفينه وصاحب البضاعه غير مطالب انه يرجع يعني يرجع القرض. اوكي يا شباب راح يرجع للمثلث يا شباب يا بنات لو سمحتم، راح يرجع للمثلث. احنا قلنا يا شباب درجة العلاقة درجة الخطر بالخسارة، يعني هنا هي ايش؟ راح نشوف ما هي العلاقة بين احتمال وقوع الحادث او الخسارة ودرجة الخطر. اوكي يعني انت هنا ايش عندك في المثلث سهل يا شباب لو سمحتم ركزوا، يعني في السطر يا شباب عندي احتمال وقوع الخسارة وفي العمود عندي درجة الخطر. بالطبع احتمال وقوع الخسارة يا شباب يا بنات يعني بين الصفر والواحد، هذا طبيعي، ودرجة الخطر كذلك بين الصفر والواحد كذلك. اوكي احنا المثلث هذا مقسوم الى جزئين يا شباب، مقسوم الى منطقة اولى ومنطقة ثانية. اوكي منطقة اولى ومنطقة ثانية، اللي يقسم المثلث هو ايش؟ هو احتمال وقوع الخسارة. الجزء الأول هو بين الصفر والصفر خمسة، والجزء الثاني هو بين الصفر خمسة والواحد. الجزء الأول بين الصفر والصفر خمسة، والجزء الثاني عندما تكون يعني احتمال خسارة بين الصفر خمسة والواحد. راح نبدأ بالجزء رقم واحد، يعني إذا كانت يا شباب إذا كان احتمال وقوع الخسارة بين الصفر والصفر خمسة، بين الصفر والصفر خمسة، يعني يا شباب نعطيك انا مثال، انت عندك اموال تبغى تستثمرها، الاموال هذه كلفت شخص يقوم لك بدراسه الجدوى، الشخص اللي قام لك بدراسه الجدوى قال لك انه المشروع هذا راح يكون فاشل بنسبه 10%، لما يكون فاشل بنسبه 10% يعني راح يكون مربح بنسبه 90%. السؤال الان هل سوف تقدم على بعث المشروع ام لا؟ بالطبع سوف تقدم على بعث المشروع. ليش؟ لانه احتمال الربح فيه عالي كثير 90%، واحتمال الخساره قليل 10%. فبالتالي هنا نلاحظ ان اذا كان احتمال وقوع الخساره بين الصفر وصفر خمسه، دائما احتمال وقوع خساره يكون اقل من احتمال عدم وقوع خساره. فبالتالي هنا الانسان سوف
يقدم على بعد المشروع سوف يقدم على اتخاذ القرار، فسوف يكون قراره إيجابي، سوف يكون قراره إيجابي. فتسمى هذه المنطقة تسمى بقطاع القرارات الموجبة. ليش الموجبة؟ لأنه في هذه الحالة دائما الإنسان سوف يبعث المشروع، سوف يقدم على اتخاذ القرار. ليش يقدم على اتخاذ القرار؟ لأن احتمال وقوع الخسارة أقل بكثير من احتمال عدم وقوعها، يعني الربح راح يكون أعلى بكثير من الخسارة. في هذه المنطقة يا شباب لو تلاحظ أنت هنا، لو تلاحظ أن في هذه المنطقة المستقيم، هذا المستقيم على اليسار، المستقيم هو مستقيم تصاعدي، يعني أن هناك علاقة طردية بين احتمال وقوع الخسارة ودرجة الخطر. يعني إيش؟ أنه كلما زاد، كلما زاد احتمال وقوع الخسارة إلا وزادت معه درجة الخطورة. فبالتالي هناك علاقة طردية في قطاع القرارات الموجبة، هناك علاقة طردية. ننتقل إلى الآن إلى القسم الثاني. القطاع الثاني أو المنطقة الثانية هي عندما يكون احتمال خسارة بين 0.5 والواحد. آخذ على سبيل المثال أي قيمة، ناخذ 0.8. تعرف يعني إيه 0.8؟ يعني أن احتمال وقوع خسارة 80%. إذا كان احتمال وقوع خسارة 80% فإن احتمال عدم وقوع خسارة راح يكون 20%. إيش تلاحظ هنا؟ تلاحظ أن احتمال وقوع خسارة أكبر بكثير من احتمال عدم وقوعها. يعني الإنسان لو يبغى يتخذ قرار هنا سوف يتخذ قرار سلبي، يعني سوف يمتنع عن اتخاذ القرار. ليش يمتنع عن اتخاذ القرار؟ لأنه نسبة أو احتمال الخسارة أكبر بكثير من احتمال الربح، فبالتالي سوف تمتنع، سوف تتراجع عن بعث المشروع. فتسمى بقطاع القرارات السالبة، تسمى بقطاع القرارات السالبة. في هذه المنطقة يا شباب لو تلاحظ معي المستقيم على اليمين هذا مستقيم تنازلي، هذا يدل على أن هناك علاقة عكسية. يعني إيش علاقة عكسية؟ كلما زاد احتمال وقوع الخسارة إلا وقلت درجة الخطورة. علاقة عكسية يعني درجة الخطورة عمال تنقص كلما احتمال وقوع الخسارة يزيد، كلما احتمال وقوع الخسارة يزيد. فتسمى بقطاع قرار السالبة. لما ناخذ النقطة 0.5 50% يا شباب، تعرف ايش يعني ايش 50%؟ 50% يعني 50% وقوع خسارة و 50% عدم وقوع خسارة، يعني 50-50 يا شباب، متساوية. احتمال وقوع خسارة يساوي احتمال عدم وقوعها. فتأكد أنه الإنسان هنا، الإنسان سوف يكون في خيرة من أمره، هل يقدم على بعث المشروع أو يتراجع على بعث المشروع، يعني في حيرة من أمره. في النقطة 0.5 يا شباب، في النقطة 0.5 يعني تكون هناك يعني ظاهرة عدم التأكد عالية كثير، فتصل درجة الخطر إلى 1 صحيح، يعني أعلى درجة الخطر يا شباب، أعلى درجة خطر عندما يكون احتمال الخسارة يساوي 50%. ليش؟ لأنه ظاهرة عدم التأكد راح تكون كبيرة كثير، عالية كثير. فبالتالي درجة خطر راح تصل إلى 1 صحيح، تصل إلى أقصى شيء 1. أوكي، فاضل إيش؟ فاضل النقطة 0 والنقطة 1. النقطة 0 يعني إذا كان احتمال وقوع خسارة 0. تعرف إيش الاحتمال يساوي 0؟ الاحتمال يساوي 0 يعني أن الحادث أو الخطر مستحيل. على سبيل المثال زلزال في الرياض، يعني احتمال وقوع زلزال راح تقول لي 0، مستحيل أن يصير زلزال في الرياض، يعني الخطر ما فيش خطر أصلا، مستحيل أن يصير الخطر. بما أنه مستحيل الخطر، مستحيل الوقوع، فبالتالي يعني درجة خطر 0. هذا منطقي جدا، يعني ما فيش خطر أصلا، الخطر مو موجود، الخطر غائب، فبالتالي درجة الخطر راح تكون 0. الآن إذا كان الاحتمال يساوي 1، تعرف إيش المقصود بالاحتمال يساوي 1؟ الاحتمال يساوي 1 يعني الخطر مؤكد 100%، مؤكد. يعني أنت لما قررت أنك تبعث المشروع هذا، تخيل أنه الشخص اللي سوى لك دراسة جدوى
يقول لك يا حبيبي المشروع هذا يعني خسران 100%، يعني نسبة الخسارة فيه مؤكدة. هل ستقدم على بعث المشروع؟ بالطبع ما راح تقدم على بعث المشروع، سوف تتخلى عن المشروع. اوكي، سوف تتخلى عن المشروع. يعني ايه تتخلى عن المشروع؟ يعني الخطر اصبح غير موجود بالنسبة ليك، بالنسبة لي متخذ القرار. متخذ القرار يعني الغى المشروع اصلا، الغاه. اوكي، وراح يفكر في مشروع ثاني. المشروع الاول تم الغاؤه، فبالتالي بالنسبة لي يعني الخطر في المشروع هذا اللي تم الغاءه غير موجود، فبالتالي درس خطر تساوي صفر كذلك. هذا هو المثلث يا شباب. افتحت الشات الحين، في سؤال ثاني قبل ما نطلع لو سمحتم. السمسار مثل احتكار، صح؟ السمسار مثل احتكار. في شركة تأمين يا شباب يعني شركة تأمين لما تروح تأمن تأمين صحي أو تأمن تأمين سيارة، يعني القسط يدفع عند توقيع العقد. أول يوم تروح فيه لشركة التأمين راح تدفع قسط التأمين. في القرض البحري لا، القرض البحري يروح للبحار، يسافر ويرجع، وعندما يرجع يعني يدفع قسط التأمين. القانون بالطبع لابد أن الطالب يحفظ القانون، بالطبع جميع القوانين لابد أن تحفظها. تحليل الحدار يا شباب هي تحليل الحدار يا شباب هي تقنية إحصائية تستعمل في عديد المجالات لكي نتنبأ بتكرار الخسارة أو لكي نتنبأ بحجم الخسارة. على سبيل المثال تحليل الحدار، أعطيك أنا مثال. لو عندي أنا عمود أول لعرض الحوادث في الرياض، وعمود ثاني يعني عرض رخص السياقة المسندة في الرياض، نقدر من خلال تحليل الانحدار أن نتنبأ بعدد الحوادث في سنة 2019 إذا تم إعطائي عدد رخص السياقة اللي راح يتم إسنادها في 2019. هذا المقصود بتحليل الانحدار. تحليل الانحدار هي عملية إحصائية. بالنسبة للأسئلة على المثلث يا شباب، عدة أسئلة نقدر أنا نسألك سؤال. نقول لك على سبيل المثال يا شباب، إذا كان احتمال قوى الخسارة يعني أكبر من صفر وأقل من 0.5، فإن هناك علاقة عكسية بين احتمال قوى الخسارة ودرجة خطر. بالطبع لا، خطأ. ليش؟ لأن هناك علاقة طردية. يعني هذا القبيل من الأسئلة يا شباب. ما أنا قلت لك الحين جاوبت عليها يا أستاذة صفية، جاوبت عليها السؤال. نعطيكم سؤال آخر، مثال يا شباب. إذا كان احتمال قوى الخسارة يساوي 1 صحيح، فإن درجة خطر تساوي 1 صحيح. بالطبع خطأ، هنا راح تكون 0. هذا سؤال مثال عن المثلث. هذه الأسئلة التي تيجي على المثلث يا شباب، يعني تيجي صح وخطأ أو تيجي خيارات. ما تحفظ ولا شيء بالانجليزي، كله بالعربي. ما تحفظ حتى المصطلح بالانجليزي. المثلث يعطيك العلاقه بين درجه الخطر واحتمال قوى الخساره. راح تكون في مسائل بالطبع. ما راح تيجي رسمه المثلث، كيف؟ نتيجه رسمه المثلث. الاختلاف بين السرقة والتأمين آخر اختلاف يا شباب. قلت أنه التأمين يقوم على سياسة أو آلية تحويل الخطر وتخفيض الخطر. السرقة تقوم بس على سياسة نقل الخطر بس، ما فيش تخفيض الخطر في السرقة. تخفيض الخطر موجودة في التأمين لكن غير موجودة في السرقة. تخفيض الخطر في السرقة موجودة إلا نقل الخطر بس. تجزئة حجم الخسارة يا شباب، تجزئة حجم الخسارة يعني يا شباب لو أنت عندك سيارة تسوى 100,000 ريال،
نحب نعرف أنا السيارة هذه إذا تعرضت الحادث كم راح تكون حجم خسائرها، نتنبأ، نحب نتنبأ بحجم الخسارة السيارة هذه. حجم الخسارة راح تأخذ قيمة السيارة وتضربها في معدل الخسارة. معدل الخسارة كيف يتم اكتسابه؟ معدل الخسارة راح تأخذ عدد الوحدات التي تعرضت الحادث وتقسمه على عدد الوحدات الإجمالي ومضروب في متوسط الخسائر على متوسط القيمة. متوسط الخسائر قلت إيش؟ قلت لو أنت عندك ثلاثة سيارات مع بعض، الثلاثة سيارات مع بعض حجم خسائرها 9000 ريال، لما تقسم 9000 ريال على ثلاثة راح تلقى 3000 ريال، يعني هذا متوسط الخسائر، يعني كل سيارة عبارة عن أنه كل سيارة حجم خسائرها 3000. لو تبغى متوسط القيمة، يعني لو أنت عندك ثلاثة سيارات كل سيارة عندها سعر، السيارة الأولى 50، السيارة الثانية 100، والسيارة الثالثة 150 زائد 50 زائد 100 راح تيجي يعني 300 ريال. لما تقسم 300 ريال على 2 على 3 راح تلقى 100 ريال، عبارة عن أنه السيارة كل سيارة تسوى 100 ألف ريال. هذا المقصود بمتوسط القيمة. فبالتالي أنت راح تقسم متوسط الخسائر على متوسط القيمة. اوكي، لما تضرب متوسط الخسائر على متوسط القيمه تضرب في عدد الوحدات التي تعرضت للحادث على عدد الوحدات الاجمالي راح تلقى معدل الخساره. خلينا نقول مثلا معدل الخساره 0.05. لو السياره تسوى 200000 تضرب 200000 ضرب 0.05 راح تلقى حجم الخساره 210000 ريال. هذا المقصود ب تجزئه حجم الخساره. اوكي يا شباب خلينا نطلع. تصبح على خير. لا ما عصبت يا شباب، لا تحمست، بس لا ما تعصبت، لا تحمست، لا اكثر ولا اقل، لا ما تعصبت. تصبحون على خير يا شباب، الله يعطيكم العافية. شكرا. مشكورين، تصبحون على خير.